محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال أعلم وأراه إجاباسي أو فعلانا كين كسي مفعول أقرن كنوانا دو فعل بناو بانقن يكي كان أعلمي يعني ما دي علم نقلك ولا باب إفعال وأوشان أرايا بازا ما دي رؤية نقلك ولا باب إفعال ولي أو ما دي رؤية كنقل ولا باب إفعال بيت أرأيا أما لبر تخفيفي همزة مع دي رؤيته حركي همزة كودريت ما قبلك ودواي همزة كحس فيه وبشقلي أرادر دي أم دواني أنا برام هندي تريج ملحقاتي أما نهاية هندا شند أنا فعلي كيتر وليت شن أما أنا أصل لبابك ظاهر بأعلم وأرى مشهورة رأي إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم وليس مفعول رأى وعليمان متعدي كردوة يعني أو عدوا أو رأى أو علم مفعول عدوا يعني عرب وليس مفعول رأى وعليمان متعدي كردوة كي إذا صار زمانك أو رأى أو علم بقرين بأرى وبأعلم يعني وقت ببناء يعني نقل ببن باب إفعال أو كات يعني بو مجرد سي مفعول يعني بيدا او كات تا ثلاثي مجرد دو مفعول اقرن ولكن نقل يعني كردن ولا باب افعال امرا تعدادي مفعول كان يعني بي بس الى سلام فاعل ستن راى مفاعل وعلم فعيلة عدو اذا مستفعل سارا ارى مستفعل واعلم مفاعل أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل بنفصل إشاريك رب ولا أو فعليك تعداءك ولا تعداءك إلا فعل قل ولا سي مفعول فذكر سبعة أفعال حوت أفعلي ذكر كردوة منها أعلم وأرى لو حوتاني أعلم وأرى بين جماوك بيانه فذكر أن أصلهما ذكر يكرك أصل أمدوان علمو رآية وأنهما بالهمزة يعني أودوا فعل بهمزو يعني بنقل بلاي باب إفعال يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل متعدية من بلاي سي مفعول لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين شن أودوا فعل برلوي كهمزي أمشي تسر متعديب ولا يدو مفعول وكو علم زيد عمرا وكو علم زيد عمرا منطلقا يا رأى خالد بكرا أخاك وليف فلما دخلت عليهما همزة النقلي وقتك همزي نقل همان همزي بابي إفعالة شن سلاسي مجرد نقلك ولا مزيد بيرا همزي نقل زادتهما مفعولا ثالثا مفعول أو همزي مفعول يكي سيهمي بوزياد كردن وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة وأو همزة شهر ويا بل داخل بوني همزة أو فاعل بو إيساء أي كان بمفعول اشتيت لكن بفاعلك وذلك وكما سنهر مثالا أبو كاود علم زيد عمرا منطلقا زيدك وكين مفعولي كم ألين أعلمت زيدا عمرا منطلقا يعني لترتيب مفعولي كما أما لا بباركي تلا لبرويك شنك فعلك لبشادو مفعولي بو أم دان إزافة بو بوانا بيت مفعولي سيهم أين على ترتيبها مثلا منطلقا مفعولي سيهم يا أريت خالدا نجاوش أرى 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 يا أرو تا آخر جاء أريت أريت خالدا بكرا أخاك يعني بخالد من شانداك بكر برايتويا فزيدا وخالدا أو زيد خالدا مفعولي أولا وهو الذي أو مفعول أولا كان فاعلا حين قلت فاعل بلو كاتا كدت كد علم زيد رأى خالد وهذا هو شأن الهمزة وأما شأن همزة وايا يعني أجر مثلا أواني على باب يفعلها توب وتعدية أجر فعل بهمزة نقل كيب ولا أو باب مفعول إزافاك وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا جاء شأن همزة كتشيا أوياكا مثلا ما كان فاعلا ويوا فاعل بوا اي كاب مفعول ستولي ذهب زيد امر علي اذهبت زيدا عين زيد فاعل بوا سيكب مفعول فان كان الفعل قبل دخولها لازما
جاء أجر هاتو فعلك لا أسرى برلوي همزة كبشي لازم به أو صار بعد دخولها متعديا إلى واحد دواي داخل بوني همزة متعدي ولا مفعولة وكو خرج زيدون ودواي أتولي أخرجت زيدا أما وإن كان متعديا إلى واحد أجر خوي متعدي ولا داني ولا أسرى صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين أوال دواي داخل بونكي متعدي أبي ولا دودانا وكو لبيس زيد جبة يعني زيد جبيك كرد بري فتقول مثلا ألبست زيدا جبة يعني كرد موبر زيدا جبيك وسيأتي الكلام عليه يعني قسل سر أنبابة تجديد وإن كان متعديا إلى اثنين وأقر متعدي ولا يدوبو صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى وكلو دوانات يفرغ أمرا وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا دو أويكوا مثلا مفعولي دو موسو يعني أو دو مفعولك علمت أو دو مفعولي علمت ولا أصلا إلغاء ينبو يعني تعليق ينبو يعني دو مفعولي أندقرد دو مفعولك ببي دليل ندت واني هل كان حذف كي ندت واني داني كان حذف كي أمانة خصوصيات يكبو كبو أو دو مفعول أبو جاء أو خصوصياتيك لبو دو مفعولي علمتون بمطلق يعني بتيكرا بو مفعولي دو موسيهمي أماني شقراري با شن مفعولي دو موسيهمي أمانة همان مفعولي أول دومي عليما مفعول سيهما قيسك تعداد كان ببوني أو بو بسي أمان مفعولي أولي أعلمي كمعمولا لعلما فاعل بو يا وما لمف مفاعل أولي علم مستفعل تمطلق مفاعل لثاني وث مستفعل ثالث أي مفتعل ظن حقق مستفعل أو تاني للثاني أخو اسم منقوصة هي كيف ونكر ده شن هي كبو وزني شعرك أزل لي هي عربي أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى شي يثبت شي ثابت ببوي ولا ما ثبت لمفعول علم وراء أويك ثابت ببوي مفعول علم وراء جاء أول شيء من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل أويك أمانوي أو دو مفعول لا أصلا متو خبر دي مفعول دو موسو مي أعلم وأرايش لا أصلا متو خبر ومن جواز الإلغاء والتعليق أو دو أنا إلغاء وتعليق يعني بالنسبة إليهما بلزو أو دو مفعوله ومن جواز حذفهما ولو ذاك جائز هل كان حذف كري أو حذف أحدهما يا داني كان حذف كري ولا نقها ميشا بل إذا دل على ذلك دليل دليل يجلس ليها به ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث كعمر قائمك يا من هذه المفاعل أصلهما المبتدأ والخبر يعني لا أصل عمر قائم وهما عمر قائم ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما وبنسبته أو دو مفعوله وأكري إلغاء عامل يعني أكري مثلا عمر أعلمت زيدا قائم زيد كان مفعوليه كبي اضافه بو ولا امرنا كو قائم قال اصلا خبر ها الغايه كي بالحال توسيطه ومنه قولهم البركه اعلمنا الله مع الاكابر يعني خوا فيرماني كردو كبركه لقال اكابر داي لقال قول كان اعلمنا الله هناك مفعوليه كما او كشون لمثال او مثال بيش زيد مفعوليه كما كارمن بونيه ولا البركة مع الأكابر كجملة بوا يعني بركتك مفعولية كم مع الأكابر مفعول دو ما إذا شن فعلك التوصيتي فياكر دو كوتسب بينه البركة مبدأ مع الأكابر خبر قيد فنا مفعول أول يعني مفعول أول الناي أعلمنا والبركة مبتدأ ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر ظرف شوني خبر ده وهما اللذان كانا مفعولين يعني أو البركو أو مع الأكابر أو أن الأصل مفعول بن والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا مثلا لعمر قائم أو لا تعليق يك ومثال حذفهما لدلالة حذفها كان كي لبروي كذا لسلا أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما بكسك فير كردوا
يعني كسك بكسك الزانان دوا كعمر قائمة فتقول توجه أعلمت زيدا يتل عمر القائمة نكيل أرضي بقرنين سؤالك. ومثال حذف أحدهما لدلالة أن تقول في هذه الصورة هل شراب ري أعلمت زيدا عمرا باشا يعني أو كابراني مسب ري أو نياري هل أعلمت أحدا عمرا قائما بلا 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 أعلمت زيدا عمرا يعني قائما نكيل حذف كي يا أعلمت زيدا قائما يعني عمرك حذف كي أمر دواي أو توابع. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا وأجر رأوا أليما أجر خوان ببي همزة متعدي أبن ولا يق مفعول يعني يق مفعول يعني قرد يسب همزو متوصل بب ولا دوان يعني بهمزة قمر آخر ما عليما ما نبوب ما نعرف يق مفعول يقرد رأى ما نبوب ما أبصر يق مفعول يقرد إيسا قرأ أو رأي كمنا أبصره أو علمي كمنا عرفه نقلك بلا باب إفعال كجاران مفعولك إيسا دوان أقري أو إيسا أو واسيان أقري أو أو بك لأصلا دوان يقري بابا نقل بباسيان جا وإن تعديا لواحد بلا همزين يعني أقر متعدي أبو نودوان بولايك مفعول ببي همزة فالاثنين به توصل يعني فتوصل به يعني بالهمز للاثنين ودو دو بودوان يعني بكبه دو مفعول بل سكانه وان تعد مفاعل ديالي ومفاعل حد بلا مفاعل همز فلث مستفعل نين به مفتعل توصل مفاعل أرى لو الثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا بس إواك أو دو مفعولانا يعني أفعال دو مفعولي لا وروتو مانا أفعال دو مفعولي دو بشن بشك يعني ويك دو مفعول كان لا أصلا متو خبر بون بشك يعني ويك مفعول كان لا أصلا متو خبر نمون جامعنا التعبير اللي يدنو بويكا دو مك عيني أولا كبي عيني أولا كنبي بوينا علي أعطيت زيدا درهما إسا زيد درهم لا سمت وخبرني يعني واني لا أساس زيد درهمون بو بيو. زيد مبتاو درهم وار غلط إيشا معنى يعني دروية معنى هكي باشا بلام أمان مثلا تولي علمت زيدا قائما لا أصلا زيد قائم بو مبتاو خبر بو جاري والثاني منهما دوام لو دو مفعولانا كثاني ثني كسا باشا وك دو همي دو مفعولي كساوايا يعني شون وك دو همي دو مفعولي كساوايا يعني وك شون دو باري مفعولي دو همي كسا دروزني حملي كي بوصر مفعولي أولكا مفعولي دو همي أمانيشا دروزني باري حملي كي تسر مفعولي أولكا مثلا أعلمت زيدا بكرا فاضلا إذا دروزني مثلا بكرك حمرك يبوس زيدك ولا أساس زيد بكرنا باشا فهو به في كل حكم ذو اتسا يعني فهو واتأو مفعول دوما يعني مفعولي دوم لو دو مفعولي أعلم يا باشا في كل حكم باشا لهم حكم كان ذو اتسا خاوني اقتدايا به بمفعول دوامي دو مفعولي كساوة يعني بدوام لدو مفعولي كساوة هي به بوا بيشتو أولا شرح كاية توزيحية دا والثاني من مستفعل هما كثا مفاعل نثني كسا مستفعل فهو به مفتعل في كل حك مستفعل من ذو اتسا مستفعل بارجاء بار امرا ده زوج نو اريو شواهداني هي بما بي سينديرا شنو بمن تاونه بمشارانه زورين خنا جلسه كي تلم موافق بشو